الحمد لله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على دربه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، مرحبا بكم أحبتي الكرام الفضلاء في درس جديد من دروس شرح متن تحفة الأطفال للشيخ سليمان الجمزوري. ونحن في هذه الليلة الطيبة المباركة، ليلة الأربعاء الموافق 13 من شهر ذي القعدة من عام 1437 من هجرة حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وفي هذا الجامع الطيب المبارك، جامع أنس الصقير بحي الحزام الذهبي بمدينة الخبر، يسرني أن أبدأ هذا الدرس معكم، وهو مراجعة أحكام النون الساكنة والتنوين. في البداية نود أن نستمع منكم إلى أحكام النون الساكنة والتنوين، والتي نظمها المؤلف رحمه الله في 11 بيتا. هذه الأبيات استوعب فيها المؤلف أحكام النون الساكنة والتنوين، وقد توسع فيها لما لها من أهمية كبيرة، ولأنها تكررت في كتاب الله عز وجل، فما من آية إلا وتجد حكما أو أكثر من أحكام النون الساكنة والتنوين فيها. فنستمع إلى هذا المتن للأبيات الخاصة بأحكام النون الساكنة والتنوين. بسم الله نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزور. الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. وبعد هذا النظم للمريد للنور والتنوين والمطلوب، سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الكيمي بالكمال. أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. يكون باسم عنوان التنوين أربع أحكام فخذ تبيين. فالأول الإقراء قبل أحرم للحق ست رتبة فالتعريف. همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء، والثاني إدغام بستات آتت في يرملون عندهم قد ثابتت. لكنها قسمان قسم يدغما فيه بغناة بأن علما، إلا إذا كان في كلمات فلا تضغم كدنيا ثم صنوان تلا. والثاني إضغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررن، والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغناة مع الإخفاء، والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل. في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها. سلت ثنا كم جاد شخص قد سما ربيبا زد في توقى بعض ظالما. أحسنتم وبارك الله فيكم. أحسنتم. بعض الخلافات التي كانت في القراءة أثناء استماعي إلى قراءتكم الطيبة، إنما هي بسبب اختلاف القراءات الصحيحة التي وردت لهذا المتن، فلا بأس بذلك. فقرأ بعضكم الميهي، وهذا رأي الجمهور، وقرأ البعض الميهي وغير ذلك. كذلك أراد بعضكم أن ينطق العنوان وهو أحكام النون الساكنة والتنوين. هذا العنوان يا أخوة من وضع الناظم رحمه الله، وكذلك جميع العناوين التي تأتي فيما بعد، هذه العناوين وضعها الناظم لهذه الأبيات، بخلاف المقدمة الجزرية فإنها ليست من وضع
الإمام ابن الجزري رحمه الله، وقد ثبت هذا، أعني العناوين، في شرح الناظم رحمه الله. ما اسم هذا الشرح؟ فتح، أحسنت، فتح الأقفال بشرح متن تحفة الأطفال للناظم رحمه الله، أثبت هذه العناوين في الشرح، وأثبت ذلك الإمام الضباع رحمه الله في شرحه للتحفة منحة الجلال أو منحة ذي الجلال في شرح تحفة الأطفال، أثبت هذا، وأن هذه العناوين من وضع الناظم رحمه الله، فلا بأس أن نذكرها عندما نقرأ المتن. فنبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة المتن، ثم بعد ذلك إذا انتهينا من المقدمة نقول أحكام النون الساكنة والتنوين، فإذا فرغنا منها نقول حكم الميم والنون المشددتين، وهكذا في بقية العناوين التي ستأتي معنا بإذن الله تبارك وتعالى. أحكام النون الساكنة والتنوين 4 أحكام اجتهدنا في هذا الشكل، وهو شكل الشجرة. هذه الشجرة التي لها 4 فروع، الفرع الأول للحكم الأول وهو الإظهار الحلقي، الفرع الثاني للإدغام، والإدغام قسمان، القسم الأول إدغام بغنة، والقسم الثاني إدغام بغير غنة، والفرع الثالث للإقلاب أو القلب، والفرع الرابع والأخير للحكم الأخير وهو الإخفاء الشفوي. الإظهار الحلقي له 6 أحرف، هذه الأحرف تخرج من الحلق، قال الناظم رحمه الله: فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق 6 أو 6 رتبت فلتعرفي همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء، هذه أحرف الإظهار 6. لو بدأنا نقرأ مثالا لكل حرف من هذه الأحرف سواء من النون الساكنة أو التنوين، وقلت لكم بأن الإظهار الحلقي بالنسبة للنون الساكنة يأتي من كلمة ومن كلمتين، نبدأ بحرف الهمزة فنقول إن أمسك، نلفظ النون الساكنة بدون غنة زائدة، إن أمسك، ونحقق حركة الحرف الذي قبل النون دون زيادة أو نقصان، وكذلك حركة الحرف الذي بعدها. حرف الهاء الأنهار، الأنهار، الأنهار. إذا لاحظت معي فهذا المثال جاء للنون الساكنة من كلمتين، وهذا المثال للنون الساكنة في كلمة واحدة. حرف العين سواء عليهم، أنبهكم أحبتي الكرام إلى ضرورة ضم حرف الهمزة هكذا، سواء عليهم، سواء عليهم، أن عليهم، أن عليهم. نعم، فحقق حركة الحرف الذي قبل النون الساكن أو التنوين جيدا بارك الله فيك. حرف الحاء من حيث، من حيث، من حيث، من حيث. هكذا تقرع النون الساكنة بدون غنة زائدة قدر حركة واحدة. الحرف الأخير وهو حرف أو بقي حرفان، حرف الغين قوما غيركم، قوما غيركم. لو قلت قوما من قوما غيركم خطأ، قل قوما غيركم، قوما غيركم. حرف الخاء من خوف، من خوف. وأنبهكم إلى أهمية الانتباه للإظهار الحلقي عند حرفي الغين والخاء بارك الله فيك، لأن البعض يخفي النون الساكنة أو التنوين عند هذين الحرفين خاصة لقربهما من حروف الإخفاء الحقيقي. الحكم الثاني هو حكم الإدغام، والإدغام نوعان كما قال الناظم رحمه الله: إدغام بغنة وإدغام بغير غنة. وحروف الإدغام بغنة جمعت في كلمة ينمو، عندي حرف الياء وحرف النون
وحرف الميم وحرف الواو. نذكركم أن حرفي الميم والنون الإدغام فيهما يكون فيه تشديد، يكون فيه تشديد، وهذا إدغام كامل، والغنة فيه أظهر وأوضح. قل معي بارك الله فيك: قليلا ما، قليلا ما. الخطأ الذي نسمعه كثيرا هكذا: قليلا لما، هذا خطأ. قل: قليلا ما، قليلا ما. وهنا نطبق الشفتين إطباقا كاملا مع التشديد: قليلا ما تذكرون، قليلا ما تذكرون. لا، زد الغنة حركتين كاملتين: قليلا ما تذكرون، قليلا ما تذكرون. حرف النون: إن نفعت، إن نفعت. في قوله تبارك وتعالى في سورة الأعلى: فذكر إن نفعت الذكرى، فذكر إن نفعت الذكرى. أيضا انتبه لحركة الهمزة قبل النون، لا تقل إي، قل إي، همزة كسرة إي، إي، ولا تزد هذه الحركة إي، لا خطأ. قل إن نفعت الذكرى، إن نفعت الذكرى، إن نفعت الذكرى. أحسنتم. بقي من حروف الإدغام بغنة حرف الواو والياء. لو قلنا الياء: أفمن يمشي، أفمن يمشي. هنا ندغم النون في الياء بدون تشديد وتبقى الغنة. كثيرا من الناس ممن نسمعهم يدغمون بغير غنة هكذا: أفمن يمشي، هذا خطأ. قل: أفمن يمشي، أفمن يمشي، أفمن يمشي. قولوا بارك الله فيكم: أفمن يمشي، أفمن يمشي، أفمن يمشي. كذلك بالنسبة للواو في قوله تعالى: عتو ونفور، عتو ونفور. إن قلت عتو هذا كان بؤك خطأ، هذه من الفم، أين الغنة؟ هذا إدغام بغنة. قل: عتو، هذا الصوت عندما تغير، إذا نحن نقرأ قراءة صحيحة. إذا لم يتغير وقل عتو، هذا خطأ، هذا خطأ، انتبه. قل: عتو ونفور، عتو ونفور. الإدغام بغير غنة وحرفاه الراء واللام في قوله تعالى: من ربك، من ربك. انتبه لتكرار حرف الراء، لا تبالغ في تكراره. قل: من ربك، من ربك. لا تقل مر، قل مر، مر، من ربك، من ربك. كذلك حرف اللام، انتبه للتمطيط، لا تمطط حرف اللام، أعطيه حقه فقط. هكذا: رجوما للشياطين، رجوما للشياطين. كذلك أنبه على حرف الجيم وجريان الصوت أو جريان النفس، هذا خطأ، لا تقل رجو جو، خطأ. قل: رجو جو، رجوما للشياطين، رجوما للشياطين. الحكم الثالث هو القلب أو الإقلاب كما أسماه الناظم رحمه الله، وله حرف واحد وهو حرف الباء. وفي تطبيق الإقلاب نحن نقلب النون الساكنة أو التنوين إلى ميم ونخفيها عند حرف الباء مع الغنة وعدم تشديد الباء. يكون هذا بتلامس الشفتين أو بإطباقهما دون كز. هكذا في قوله تعالى: بذنبهم، بذنبهم. انتبه لفتحة الذال ولكسرة الحرف الذي بعد النون وهو الباء. فاعترفوا بذنبهم، فاعترفوا بذنبهم.
لا تقل بذنبهم ولا تقل بذنبهم، هذان الأول فيه تفريط والثاني فيه إفراط وغلو، فانتبهوا بارك الله فيكم، بلا جفاء وبلا غلو، هكذا بذنبهم. كذلك في قوله تعالى عتل بعد ذلك زنيم، عتل بعد ذلك زنيم، إنه عليم بذات الصدور، إنه عليم بذات الصدور. من يمثل لي بإقلاب من كلمتين للنون الساكنة، للنون الساكنة من كلمتين، تفضل. أنا سمعتها من بعد أو من بخل، قل ورائي من بخل، من بخل، من بعد، من بعد، من بعد، من بعد. الحكم الرابع والأخير للنون الساكنة والتنوين هو الإخفاء الحقيقي، وسمي الإخفاء إخفاء لأننا نخفي النون عند ملاقاتها حرفا من حروف الإخفاء، وعدد هذه الحروف 15 حرفا في 5 من بعد 10، رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها، أي جعلت هذه الأحرف مضمنة في هذه الكلمات، وقد جعلها الناظم رحمه الله في أوائل كلم هذا البيت. أول كلمة تأخذ الحرف الأول من كل كلمة، صف نأخذ الصاد، ذا الذال، وهكذا. صف ذا ثنى، كم جاد شخص قد سما، دم طيبا، زد في تقى، ضع ظالما، ضع ظالما. فهذه هي الأحرف 15 للإخفاء. إذن الإخفاء سمي بهذا الاسم لأننا نخفي النون الساكنة عند ملاقاتها حرف من هذه الأحرف، والإخفاء هو أن ننطق النون الساكنة والتنوين على صفة بين الإظهار والإدغام، لأن أحرف الإخفاء الحقيقي لم تبتعد في المخرج البعد الذي يجعلنا نظهر النون الساكنة أو التنوين عندها، ولم تقترب القرب الذي يجعلنا ندغم النون الساكنة أو التنوين فيها، فجاءت في الوسط بين أحرف الإدغام وبين أحرف الإظهار، ولذلك يكون الإخفاء بهذه الصفة، صفة بين الإظهار وبين الإيه؟ الإدغام، فنذهب بحقيقة النون وهو المخرج، ولهذا يسمى بالحقيقي. الإخفاء سمي بالإخفاء، قلت لكم هذا، وسمي بالحقيقي لأن حقيقة النون تذهب وهو مخرجها، فلا يبقى من النون شيء، ولهذا لا عمل للسان عندما ننطق الإخفاء. الإخفاء هذا عمل من الخيشوم، فابتعد بارك الله فيك بطرف لسانك عن مخرج النون حتى لا تظهر النون الساكنة والتنوين بغنة، وتحسب أنك تحسن صنعا. وقلت لكم أمس أن العلامة الضباع رحمه الله في منحة ذي الجلال في شرح تحفة الأطفال قال: وهذا خطأ فاحش ولا يعذر أحد بجهله، لا يعذر أحد بجهله، أن تضع طرف لسانك على مخرج النون وتغن عند حروف الإخفاء. فالآن استمع مني، أعيد لك هذه الأمثلة مرة أخرى للإخفاء الحقيقي. حرف الصاد الغنة عنده تفخم أم ترقق؟ تفخم. كم حرف تفخم عنده الغنة؟ 5، أحسنت. 4 متوالية ما هي؟ الصاد، الضاد، الطاء، الظاء، وحرف القاف. وأما الغين والخاء فمن حروف الإيه؟ فمن حروف الإظهار الحلقي، فلا تدخل عند تفخيم الغنة، وبقية الأحرف الغنة تكون مرققة عندها، فانتبه بارك الله فيك إلى هذا. عندما تنطق الإخفاء أنت تهيئ نفسك إلى الحرف الذي يكون بعد النون وهو حرف الإخفاء، يعني تجهز لسانك، تجهز لسانك أن يكون قريبا من مخرج الحرف الذي تخفي فيه أم عنده. أحسنتم، الإدغام فيه، أما الإخفاء يكون إيه؟
يكون عند. الآن نبدأ في التطبيق، لكن أذكركم أيضا بهذه المعلومة، الإخفاء مراتبه ثلاثة. أعلاها عند أقرب الحروف من حروف الإدغام، وهي الحروف النطعية الطاء والدال والتاء، ثلاثة أحرف. وما يذهب من النون يكون أكثر مما يبقى، ولذلك يكون زمن الغنة أقل، زمن الغنة يكون أقل. وأدنى مراتب الإخفاء عند حرفي القاف والكاف، فما يبقى من النون يكون أكثر، ولهذا يكون زمن الغنة أطول. والمرتبة الوسط عند العشرة أحرف المتبقية بعد حذف حروف المرتبة الأولى وحروف المرتبة الأخيرة. فنبدأ بسم الله مع حرف الصاد. ينصركم. في البداية حرف الياء مفتوح، لا تزد فتحة حرف الياء أو أي حرف قبل النون الساكنة، أعطه حقه دون زيادة أو نقصان. كذلك حرف الإخفاء أعطه حقه دون زيادة أو نقصان، لسانك يقترب من حرف الصاد. هكذا ينصركم، والغنة تكون مفخمة. حرف الذال عن ذكر، قل معي أذ أذ، لسانك يكون قريبا من هذا الايه، من هذا المخرج. عن ذكر، اللي عندي بعد حرف النون حرف الذال لا تقل عن ذي، هذا صحيح خطأ، قل عن ذي، حقق كسرة، كسرة حرف الذال بارك الله فيك. عندي حرف الثاء، سائحات ثيبات، وأجر كبير، اقترب من أك، وأجر كبير، لا. منك بنك، هذا ليست كلمة للتقريب فقط، لا علاقة لها بالقرآن. طيب نعود، منك أنكالا، أنكالا، وأجر كبير، من جوع، أنشأكم، ومن قدر. لا، هنا أنتم لم تفخموا، الغنة، قل ومن قدر، لا. قل معي أق. اللسان سيكون قريبا من مخرج حرف القاف وأقصى اللسان، تقول ومن قدر، ليست ومن، يا إخواني أنتم ترققون الغنة. قل معي من قبل، زيد شوية، من قبل. طيب نعود، ومن قدر عليه رزقه، هذه تحتاج إلى تدرب منكم بارك الله فيكم. حرف الظاء، من ظهير، تقول من وتزيد من ظهير، بمن ضل، اللام هنا مرققة وليست مفخمة. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله،
ضل، اللام مرققة، ضل بمن ضل. بمن ضل. أحسنتم. آتي إلى كلمة كنت، وهذه فيها لحن منتشر جدا، كثيرا من المبتدئين يقولون كنتم، فيزيدون واوا بعد الكاف. كو خطأ، قل كو وارجع إلى النون. كنتم كنتم كنتم. إذن الكاف مضمومة فقط دون زيادة أو نقصان، كذلك التاء التي بعد النون. بما كنتم تعملون. بما كنتم تعملون. الأمر يحتاج فقط إلى تدرب، كما قال ابن الجزري رحمه الله، وليس بينه وبين تركه، أي ليس بين إتقان التجويد وعدم إتقان التجويد إلا رياضة امرئ بفكه. فأعينوني على أنفسكم، استعينوا بالله حتى تكونوا من المهرة، لتكونوا إن شاء الله مع السفرة الكرام البرة. نسأل الله أن يجعلني وإياكم جميع المستمعين منهم ومعهم إن شاء الله. نعود إلى حرف الفاء. كما قلنا أمس في درس الإخفاء، تقول أنف أنف. قل معي أنف. نطبق هنا من فطور. من فطور. اكسر الميم، مي ليست مي. قل معي من فطور. من فطور. منف منف منف. ابعد لسانك عن مخرج حرف النون. من فطور. من فطور. أنزل. أنزل. سماوات طباقا. سماوات طباقا. تنط تنط تنط. نزود شوية. سماوات طباقا. سماوات طباقا. أحسنتم. الإخفاء هنا في المرتبة الأولى. أحسنت. وهنا في المرتبة الوسطى. أحسنت. وهنا في المرتبة الأخيرة. أحسنت. طيب جند جند عند فوج سألهم فوج سألهم فوج سألهم. أحبتي الكرام الفضلاء، كانت هذه مراجعة سريعة على أحكام النون الساكنة والتنوين. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وإلى لقاء جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.